مشاهدينا، وللحديث عن الواقع الحقوقي والإنساني في ديالى معنا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام، أهلا بك دكتورة. ما خطورة ما يجري اليوم في ديالى على المستوى الحقوقي والإنساني في ظل استمرار عمليات الاغتيالات؟ يعني الخطورة بالنسبة للأوضاع التي تحدث الآن في محافظة ديالى يعني أصبحت يعني واضحة ويعرفها جميع العراقيين. نعم. كيف أن الناس تهجرت من منازلهم، القتل على الأساس الطائفي، اغتصاب الأملاك، الحرق المزارع، التهجير من المنازل، عدم أو حتى المنع عودة الناس إلى منازلهم. نعم. الأصلية، إثارة الفتن والنعرات الطائفية بين مجتمع كان في محافظة ديالى كان يعيش في هدوء وفي سلام، وأهله لم يكون يسألون عن هوية هذا أو ذاك، بالجميع يعيشون في ظل وطن يعني يتناسبون ويتعايشون فيما بينهم دون أي مشاكل. انتشار العصابات والميليشيات الذي يتفاقم يوما بعد آخر، والذي نرى في وضح النهار كيف أن يتم اغتيال الشخصيات في محافظة ديالى، سواء من الأطباء كما حدث مؤخرا أو من الضباط السابقين أو غيرها، وتحت مختلف الحجج. التغييب والاختطاف الذي يحدث، وكيف يتم قتل الناس ويعني انتهاك حرمات البيوت وقتل حتى الضعفاء والذين لا يستطيعون حتى الدفاع عن أنفسهم من أطفال أو نساء، كل هذا يعني هو يمثل المشهد في محافظة ديالى. يعني حتى أن أرزاق الناس يعني قد تم قطعها لأنهم لا يستطيعون حتى الذهاب إلى مزارعهم، لا يستطيعون الذهاب إلى السكن في منازلهم. يعني مستوى من المستوى إنساني يعني متردي للغاية، يعني لا يمكن يعني يعني أقوى العبارات أن يصف ما يحدث في محافظة ديالى. طيب، وفق هذه الصورة دكتورة، نواب في محافظة ديالى يلوحون باللجوء إلى طلب الحماية الدولية بعد تكرار الاغتيالات في المحافظة. مبدئيا، هل يمكن عمليا طلب هذه الحماية، ومتى يمكن اللجوء إلى هذه الطلبات؟ يعني في الحقيقة أنا يعني لا أعتقد أنهم يعني جادون في مثل هذا الطرح أصلا. نعم. التنفيذ مثل هذا الطلب يعني أنا حقيقة ليست لدي واضح عما يقصده هؤلاء الذين ينادون بالحماية. هل هي حماية على أساس أن يتم أن يلجأ جميع سكان محافظة ديالى إلى بلد معين؟ الحقيقة ما يعني ينادون به غير واضح، والحقيقة حتى غير قابل بالنسبة لي، غير قابل للتطبيق، لأن لا يعني ما هي طريقتهم. الحقيقة هم فقط يعني ما يريدون أن يقوم بوهاد هؤلاء النواب منذ فترة طويلة، هو فقط يعني كسب أصوات الناس وإبراز أنفسهم على أنهم أناس يعني يسعون إلى مصالح. يعني هل من ضمن الطلبات يمكن أن تأتي قوات دولية تابعة للأمم المتحدة تشرف على الملف الأمني في المحافظة مثلا؟ يعني إذا كان هو هذا الطلب، تحفظ الأمن بين من ومن؟ يعني هي الميليشيات هي التي تسيطر على محافظة ديالى، القوات الحكومية التي موجودة في محافظة ديالى لا تستطيع حفظ الأمن هناك. من يريدون أن يحموا أبناء ديالى؟ ممن يريدون أن يحموا؟ حتى لو كانت يعني هناك طلبات، هل تستطيع يعني الأمم المتحدة التي هي أصلا تعترف بهذه الميليشيات وتقوم بزيارتهم وهذا، أن تحمي أبناء محافظة ديالى من هذه الميليشيات؟ الحقيقة الطلب يعني غير قابل للتطبيق العمل، لأنهم لا يستطيعون، وهذا الذي يعني يريدون أن يقوموا به هو فقط مجرد فرقة إعلامية. وقد سمعنا الكثير من هذا الكلام من قبل من النواب الذين يدعون أنهم يمثلون محافظة ديالى، والظروف الآن التي تحدث في محافظة ديالى هي ليست جديدة على أهالي ديالى، هذه منذ عام 2003. نعم. ولحد الآن، والسبب كما نعرف جميعا سيطرة إيران ومحاولة
قيام يعني يعني قيامها باحداث اكبر عمليه تغيير ديموغرافي في محافظه ديالى تصب في صالحها، خاصه هي من المحافظات القريبه على ايران. اذا هذا الطلب انا لا اعتقد انه اصلا جدي، يعني في الحقيقه هو اصلا يفتقر للجديه ولا مجال لتطبيقه، خاصه وان من يحكم من هذه المناطق هي الميليشيات، وهم ايضا مستفيدون من وجود هذه الميليشيات، فكيف نتوقع منهم ان يكونوا جديين في هذا الموضوع وان يطلبوا فعلا حمايه دوليه؟ نعم. طيب عمليات الاغتيال الاخيره التي شهدتها محافظه ديالى كانت نوعيه ونخبويه، يعني اغتيال الطبيب، اغتيال ضابط في الجيش العراقي السابق، اضافه الى بعض القرى واستهدافها، لماذا لم نشهد اي كشف للجان التحقيق عن من او من هي الجهه التي قامت بهذا الموضوع؟ يعني لماذا لا يكون هناك كشف أو محاسبة للميليشيات أو لأي جهة قامت بهذا الموضوع؟ يعني الحقيقة هو لأن هذه السلطات المسؤولة عن هذا الموضوع هي كلها جميعا هي تابعة للميليشيات التي كما نعرف جميعا إنها هي من تقوم بهذه الاغتيالات وهذه الاختطافات وهذه المذابح في محافظة ديالى. فكيف يمكن أن نتوقع منهم أن يدينوا أنفسهم وأن يقوموا بالقبض على أعضاء وأفراد من الميليشيات التي يعني هي مسؤولة عن ما يحدث في ديالى؟ العكس هو الذي يحدث. العكس أن السلطات القضائية والسلطات الأمنية كلها تساند الميليشيات فيما يقومون به من أعمال، ولاحظنا ذلك في فيديوهات كثيرة ومقاطع فيديو كثيرة كانت تصل من المزرعة التي حدثت العام الماضي، وكيف كانت أفراد من القوات الحكومية يعني يساعدون ويسبون ويشتمون بأنفسهم ويساعدون الميليشيات في عمليات الحرق التي تحدث لمنازل مواطنين أبرياء آمنين في منازلهم. فكيف نتوقع منهم أن يقوموا بمحاسبة والقبض على من يقومون بهذه الأعمال؟ الحقيقة الأصل حتى ما تقوم به الميليشيات وتحت سمع وأنظار القوات الأمنية والقوات القضائية في محافظة ديالى دون أن يحركوا. طيب يعني إذا كانت إذا كانت الحكومة يعني لا تستطيع المساس بالميليشيات، ماذا عن الدور الأممي وبعثة يونامي في العراق؟ ماذا يعني غيابها في اللحظات الحساسة والحرجة التي تعيشها محافظة ديالى والضغط الإعلامي الحالي؟ البعثة يونامي يعني لا وجود لأي شك أن بعثة يونامي جاءت فقط من أجل يعني تنفيذ تكوين الحكومة في العراق بناء على مع الأسف الشديد قرار مجلس الأمن. أما الجانب الحقوقي فهي غير معنية بهذا. دائما ما نرى أن ما تقوم به من خلال حتى التقارير الدورية والتي تقوم بها أمام مجلس الأمن تشير إلى ما يحدث في العراق من انتهاكات وغيرها، ولكن دائما ما تقول أن الحكومة سوف تقوم من أجل أن تظهر للعالم أن هذه الحكومة يعني بالرغم من المشاكل يعني تحاول وغيرها. إذا هذه البعثة هي جاءت فقط لمساندة الحكومة، وبالإضافة إلى تحقيق مطامعهم الشخصية من الحصول على الأموال نتيجة يعني عملهم في هذه البعثة. إذا لا نتوقع، وهذا منذ فترة طويلة، يعني ليست فقط بمجرد أن جاءت تغيرت رئيسة البعثة من شخص إلى آخر. هذا هو النهج، هذه البعثة مبني على أساس مساندة والمساعدة في تكوين الحكومات المتعاقمة بناء على العملية السياسية التي فرضت على العراق وعلى الدستور الذي فرض العراق. ولذلك لا نتوقع منها أي مساندة لحقوق الإنسان في العراق. مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.